يا دلوعة الحارة بالمنتخب السعودي في أدائهم اليوم؟ والله رأيي ما يرفعون الرأس، أشوفهم صايرين ما بهم خير، كسلانين من الصبح، وحنا على هالتلفازات نبي ندور الفوز ونبي ندور النصر، يا مار إنهم طلعوا صقايق، كل هالدول اللي لعبتهم ما فازوا بها عليها، كلهم مسقطة. سوري فازت عليهم، والأردن فازت عليهم، والعراق فازت عليهم، الكويت فازت عليهم، اليمن أهل البناشر فازت عليهم، ما في دولة اغلبوها قبل السعودية، صد عندهم الوعيب ان يرفعون الراس، بس الحين طلعوا ما بهم قبل يوم في يوسف ثنيان ويوم الوعيب المتنعي، هالحين جايبين لها العبيد اللي ترعانها تقل محافير كوسة، ما بهم الخير ما بهم الخير، خسارة هالفلوس اللي يمدهم ابن سعود والمنتخب كم والبلاني مدري كم والبلاني مدري كم، لازم مريا شريب الوعيب والله يسكر الملعب هذا، والله ما بهم الخير هذول، رفعوا ما بهم، سووا دوجي، انا من الصبح انها التلفزيون نرجيه، نبي منتخبنا نصفز له ونزغرث ونزوي، ويا خسارة يا الجماهير اللي جت من كل دولة فشلهم، وتشوفونهم يبثون على الشاشات هالخبول اللي ما يسوون لهم فرنق، هذولا من مرة يفشلون، والمدرب هذا حطوه في الزلزال، عاتبوه اليوم مكلعنون ابوها فيه، هالفاسد هذا اللي ما بخير، هذا ياخذ منها فلوس ويبدل ويغير بهاللواعيب، يجيب السقيطة يطلع الشاطئ، اقرعوه خلوه يولي، هذا حطوه في الزلزال، هذا اشكركم بس وسالكم تردون علي، اقرعوا اللواعيب هذولا كله، اما جيبوا لواعيب زينين والله سكر الملعب من مرة فضحته ولا.